العدالة والتدبير، درب الأصالة والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمارة، إخوة والأخوات، مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، أعضاء ومشاركين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما الإخوان في البداية وفي انطلاقة ديال الحملة الانتخابية، انتخابات 7 أكتوبر المقبل اللي كتشكل واحد المحطة مهمة في تاريخ وفي مستقبل بلادنا، اللي كتشكل واحد المحطة مهمة في مصير الإصلاح، يعني اللي انطلقت المسيرة ديالو يعني في 25 نوفمبر 2011، واللي إن شاء الله الرحمن الرحيم الإخوان بغينا أنها تستمر، بغينا أنها تعطي فرصة أخرى للحكومة ديالنا باش أنها تزيد وتواصل الإصلاح. لما الإخوان حنا مطالبون بإنجاح هذه الحملة بتدبير معقلم وبتدبير مسؤول وبأخلاق عالية للشباب ديالنا. لما الإخوان أنتم مطالبون أنكم تنجحوا هذه الحملة هذه وتنجحوا هذه المحطة بعقل وبرزانة وبمسؤولية. راكم عارفين الإخوان أن الحزب ديالكم حقق إنجازات عظيمة، ومن خلالها يحق لكم أن تمشوا وتخرجوا في الحملة وأنتم مرفوعي رؤوس وأنتم يعني مفتخرين بالإنجازات اللي حققتها حكومتكم. ولهذا الإخوان نحن مطالبون كشباب على وجه الخصوص يعني بالإضافة الإخوان ديالنا الرجال والنساء معنا في الحملة، أننا نجحوا هذه المحطة اللي هي الحملة الانتخابية. خصكم الإخوان تبرهنوا للجميع، سواء الخصوم ديالنا اللي يكونوا على يقين أنهم غادي ينزلوا بطرق غير مشروعة، غادي ينزلوا بالمال غير مشروع، غادي ينزلوا يعني باستفزاز، غادي ينزلوا بمحاولة استمالة الناخبين بأي طريقة كانت، يعني بالمال، يعني بالتهديد، يعني بجميع الأمور اللي هي غير مشروعة، من أجل أنهم يكسبوا المقاعد في البرلمان وشي حاجة أخرى راه مكتهمهمش. كونوا على يقين الإخوان، كيفاش اليوم غادي يجي واحد المرشح يعطيك 100 درهم ولا 200 درهم؟ يعني كيفاش غادي يكون الأداء ديالو في القبة وفي البرلمان ولا في التسيير ديال الحكومة؟ هذا دليل واضح الإخوان على أنهم بغاو غير يكسبوا يعني المناصب اللي ماشي المسؤوليات وماشي المهام، يعني اللي حنا كنعتبروها في حزب العدالة والتنمية مكلفون بمهام، سواء في البرلمان ولا في الوزارات ولا في الحكومة ولا في الجماعات اللي كتسيروها ولا في الجهات، ولكن على عكس هما الإخوان كيعتبروها مناصب وكيعتبروها مهن لكسب الأموال، يعني بطرق غير مشروعة طبعا. ولهذا الإخوان خصنا أننا نديروا واحد الحملة نظيفة، واحد الحملة الإخوان اللي غادي نعطيو فيها درس للمفسدين ورؤوس الفساد ونقطعوا عليهم الطريق، نقولوا لهم كفى داك الزمن ما بقاش، الزمن اللي الناس كيمشيو بالرشوة يصوتوا على الناس اللي عطاوهم 100 درهم ولا 200 درهم ما بقاش داك الوقت، انتهى نهائيا ما بقاش. الإخوان خصنا نعرفوا أن المجتمع ديالنا وأن المواطنين ديالنا هم واعيين، ما بقاوش يعني داك الجيل اللي كنتو كتعقلوا عليه واللي كنتو كتستغلوه وكتستغلوا الجهد ديال المواطنين من أجل شراء الدمم. ولهذا الإخوان كنبغي نوجه لكم رسالة، رسالة واضحة، ما عندكمش البديل على حزب العدالة والتنمية، أقولها وبصدق ما كانش البديل على حزب العدالة والتنمية، لأنه هو الذي بدأ مسيرة الإصلاح، خصنا نعاود ندعموه ونعطيه محاولة أخرى وولاية ثانية إن شاء الله باش يستمر وباش يواصل الإصلاح إن شاء الله الرحمن الرحيم.
وخصنا الاخوه كذلك نوضع حد لهذه الوجوه يعني التي عمارات منذ سنين في البرلمان نيابه عن الامه في هذه الدائره ديال اقليم ميدرج اللي نتوما الاخوان كتعرفوهم. واليوم جاونا بوجههم احمر ما عندهمش علاش يحشموا جايبين ولادهم باش يوضعوهم تانيين في اللوائح. واش الاخوان هذه الرسائل ما بغيناش نفهموها؟ هذه رساله للاخوان من اجل تنويم واستحمار الشعب. واش ما عندناش الطاقات الاخوان لاننا نوضعوا في الاحزاب ديالنا وفي اللوائح ديالنا ما بقاوش رجال اننا واحد حزب معين مرشح معين يجيب ولده يحطوا التاني ديالو في اللائحه؟ هذا استهزاء بالعقل ديال المنطقه ديالنا الاخوان، استهزاء بالعقول ديال الدائره ديال اقليم ميدرج. هذا التنويم وهذا الاستحمار من الاخوان، خصنا نواجهوا بهذه الظاهره، خصنا الاخوان نواجهوا هذه الظاهره، خصنا نوضعوا لها حد، وخصنا اننا نقطعوا الطريق امامهم وامام باقي المفسدين اللي راكم كتعرفوهم حق المعرفه الاخوان. وحزب عداله من الاخوان جاب مرشح، جاب وكيل لائحه بشكل ديمقراطي 100% الاخوان. دليل على انه واضح ونزيه وشفاف في الاختيارات ديال الاخوان. سي عمر حمينا الاخوان كلكم كتعرفوه موظف بسيط في جماعه قرويه، وانه استطاع انه يتصدر اللائحه ديال حزب العداله والتنميه اللي سير الحكومه على غرار على عكس الاحزاب الاخرى. سي عمر الاخوان اختارتوا القواعد ديال الحزب في الاقليم، والامانه الاعمال الاخوان كذلك بدورها زكات لاختيار ديال القواعد. هذا احتراما للديمقراطيه الداخليه، وهذا احتراما لاختيار القواعد ديال الحزب، ماشي كالذين اختاروا اولادهم ووضعهم ثانيين في اللوائح. خصنا الاخوان نفهموا هاد الدروس ونفهموا هاد الرسائل اللي الحزب ديالنا كيعطيها لنا وكيرسلها لنا واضحه ومكشوفه. وبهذه المناسبه بغي نوجه نداء، بغي نوجه رساله للمواطنين ديالنا الشرفاء، المواطنين الاحرار، المواطنين الواعيين، انه ما تخليو لهمش فرصه يضحكوا عليكم. اموالهم حلال عليكم واصواتكم حرام عليهم. ما انت الخير غير نرجسي ودي راح لا رصاص الفلوس. استخدمت شويه العقول منهم. اسوي صغار سوا 2000 ريال ولا 4000 ريال. الصباح خصني نسد شي مشكل مازال هذا الشيء نسيتو والله نشوف البيع شنو صغير وليت سالو وليت سالو. راه عاتي ورشه ويا زين المعقول، راه عاتي ورشه ويا زين تيسير تمازيد النار يخدم على سولع ولادي يخدم. هجم الاستماع السطور تيرمت انجا الفوس وفوس بشر ناوض ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نترجع دويدي النرا يتمازيد النار. اليوم الاخوان اللي مطلوب منا كمناضلين وكمتعاطفين مع حزب العداله والتنميه وكمواطنين ومواطنات شرفاء احرار نزهاء اننا نديروا اليد في اليد ونتحدوا جميعا ونوحدوا الجهود من اجل مواصله الاصلاح، وذلك بالتصويت ديالنا جميعا على حزب العداله والتنميه رمز المصباح. واملنا فيكم كثير انكم تصوتوا على حزب المصباح وتنجحوا المرشح ديالنا رمز الشفافيه ورمز النور ورمز الوضوح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.